صباح الخير. هنتكلم النهاردة، هنختم بقى الحلقة الأخيرة في سلسلة فن العلاقات اللي بدأناها. كان المفروض 8 حلقات، فأنا هدمج النهاردة الحلقة السابعة والثامنة مع بعض، لأن لقيتهم يعتبروا حلقة واحدة، مش مستاهل إن احنا نعملهم حلقتين. يعني خلاص، أنت مكمل معانا في الـ6 حلقات اللي فاتت، وأنا مثبت في أول تعليق ووصف الفيديو اللي حابب إن هو يرجع لهم ويطلع عليهم من الألف للياء، من أول ما بتعجب بشخص أو هو بيعجب بيك لحد بعد الجواز كمان اللي عايز ينجح بعلاقته. بقول إن هي دايما حلقات مهمة اللي عايز يرجع لها. في شوية نصايح، أنت خلاص المفروض مكمل معانا، ارتبطت بالشخص ده، متجوزين، في شوية نصايح للمتزوجين وللي هم هيكملوا مع بعض بشكل عام. أول حاجة، لازم يكون في نوع من أنواع التزين من الطرفين. يعني أنت كأنثى تتزيني، تلبسي لبس كويس، في تزين مش عيب، خلاص ده نصك التاني. أنت كرجل، شعرك، دقنك، لبسك، الريحة، كل الحاجات دي حاجات مطلوبة عشان تحافظ على علاقتك، وتعتبر نقطة ضعف. نقطة ضعف أنت بتضغط بيها على الطرف الآخر وتخليه تقفل الابواب ان هو يبص على غيرك. واللي ما بيعملش كده للاسف هو اللي بيقع في الخيانه، او اللي هو حابب وبيسيبه الى اخ بقى، تتعدد المشاكل. يعني تاني حاجه، في كتير ما بياخدش باله منها، الاهتمام بالنظافه الشخصيه، لان النظافه الشخصيه دي يعني مش هتبان قوي غير بين المتزوجين. ممكن في المراحل اللي فاتت قبل كده انا بشوفك من بره بس، فما فهمش يعني، او مش واخد بالي من النظافه الشخصيه دي. حاجه في كتير بيقع فيها، و يعني اهتم قوي قوي، حط جانب كبير من الاهتمام قوي في النقطة دي. تالت حاجة، خلي عندك نوع من أنواع الرضا، لأن عمرك ما هتبقى سعيد لو أنت ما انتش راضي، أو بتحط الطرف اللي معاك دايما في مقارنات. أنت خلاص وصلت لمرحلة الزواج بقى والاستقرار، خلاص ارضى باللي معاك بقى، شوف الحلو فيه وتقبله، وابدأ وازن كده، شوف الحاجات الحلوة اللي فيها وتقبلها، لأن طول ما أنت بتحطه في مقارنات هتلاقي أفضل منه في حاجات، وطول ما أنت بتلاقي أفضل منه في حاجات يبقى عمرك ما هتشعر بالرضا. يبقى فينش سعادة، مفيش سعادة، ومش عايزين إن احنا نوصل للنقطة دي. رابع علامة، أي مشكلة تحصل بينكم حاول ما تدخلش لا أهلك ولا أهله ولا حد من صحابك. حاول ان انت تعود نفسك وتعوده ان انتوا تحلوا مشاكلكم بينكم، عشان ما حدش من اللي تدخل ده في المستقبل يمسكها نقطة ضعف عليك بعد كده. نصيحة. خامس حاجة، حاولي تقربي من اهل الطرف التاني. الطرف التاني كل ما يلاقيك قريب من اهله وتكسب اهله هيحبك اكتر وهيتعلق بيك اكتر، ونقطة ضعف قوية للرجل او الانثى لما تلاقي شريك حياتها او هو يلاقي شريكة حياته بتعامل اهله كأنهم اهلها كده. نقطة ضعف، النفس البشرية الحاجات دي بتأثر فيها، وده هدفنا في حلقة النهاردة. برضه بذكر، لو شايفين الحلقة دي مفيدة يا ريت تدعموها بلايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، وتشيروها كمان لأكبر قدر من أصدقائنا، يعني الإفادة لعل وعسى إن هي تعود. العلامة اللي بعد كده، سادس علامة، حاولي تكسروا الروتين كل فترة. غير من تسريحتك، طريقة لبسك، طريقتك حتى، طريقة ترتيب البيت، طريقة الأماكن اللي بتزوروها كده. ده كسر للروتين مطلوب لنجاح العلاقة، وعمره ما يكون أبدا ضد العلاقة، دايما بيكون تغيير الروتين من فترة لأخرى في صالح العلاقة. اوعى تمشي على نمط روتيني واحد، لأن عاجلا أم آجلا هتصاب العلاقة بنوع من أنواع الفتور، حتى لو انتوا بتحبوا بعض. العلامة اللي بعد كده، أو النصيحة، خلينا نقول نصايح، النصيحة اللي بعد كده، بلاش عند، يعني أنا مش عارف ليه بقول علامات، معلش أنا متعود أقول علامات، هم نصايح، بلاش عند. يعني انا لما الاقي الطرف التاني متعصب قوي ومعاند قوي، شويه من يمك، ما دام هو افتكر له مواقف قبل كده، تنازل مره. والكلام ليك كرجل، مش شرط ان انت تتعامل عصر السيد انتهى، يعني هي مره تنازلت عشان ما تزعلكش، انت مره هتشجعها ان هي بعد كده تحبك اكتر وتتنازل اكتر، وان هي يبقى في احتواء ليك ايه اكتر كده. يعني مرة انت تتنازل، مرة بلاش سكة العند. العند دايما بيوصلنا لطريق مسدود. نحاول ان احنا كمان نصيحة، نختار الوقت اللي نتكلم فيه في موضوع مزعج او قوي. يعني انا لو في موضوع حاسس ان هو بيضايق الطرف الاخر، اختار الوقت والطريقة اللي اتكلم بيها.
ما بقاش مزعج وانا بتكلم، ما اختارش وقت غلط، فافاقم الامور والتوتر بيننا صاعد صفا كده زي ما احنا بنقول. ابدا بكلام حلو الاول، كلام رومانسية، ايه المشكلة، كلام تمهيد. التمهيد في كل حاجة حلو، يعني ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. خليك دايما رفيق، حنين، هادي وانت بتطرح وجهة نظرك، مبتسم ابتسامة خفيفة. بلاش حدة التوتر والعصبية اللي بتأثر على الطرف الآخر. نقدر ان احنا نسعد نفسنا بنفسنا، العمر سعاد يعني دايما مهما عاش. انت تعال اسأل واحد عنده 70 سنة 60 سنة، قول له انت حسيت عشت قد ايه، هيقول لك سعاد سعاد والله، ما حسش باللي فات. فاغتنم الوقت اللي انت عايشه، انت محدش عارف عمره هينتهي امتى، ما تنكدش على نفسك. انت اتجوزت ما تقعدش بقى تحط في مقارنات، خلاص ارضى باللي معاك، شوف النتائج الصفات الايجابية اللي في، اسعد نفسك بنفسك كمان، طور من نفسك بعد الزواج والكلام للأنثى اكتر. حاولي تتعلمي حاجة جديدة، لو بتدرسي كملي، لو هتشتغلي ومعاكي فرصة اشتغلي، اتعلمي صنعة، اتعلمي حرفة، اتعلمي هواية، عشان ما توصليش لمرحلة الفراغ القاتل المزعج اللي هيشعرك بالوحدة والاكتئاب. اتعلمي دايما حاجة تطلعي فيها وقت فراغك، ان انت كل يوم طول ما الانسان بيتعلم في حاجة بيتعلم فيها كل يوم، بيبقى عنده نهم وكسر للروتين وحب لليوم الجديد. بكرة أنا هتعلم حاجة، في حاجة معرفتش أتعلمها بكرة بتعلمها. حتى يعني اقرأ، خد كورسات، خش على اليوتيوب، هات نصائح تفيد بيها نفسك وولادك وغيرك. اعمل أي حاجة هتلاقي، اقرأ روايات أدبية، اقرأ نصائح ودروس كده. دايما الإنسان يكون في محاولة للتطوير من ذاته عشان يقدر إن هو يتكيف مع الحياة، لأن الإنسان بطبعه ملول وزهوق. كل الشخصيات ملولة وزهوقة ولكن بدرجات. إحنا عندنا لايف كل ليلة تقريبا على الانستجرام الأول الساعة 9 بتوقيت مصر، وبعدين بساعة على الفيسبوك الساعة 10. اللي يحب إن هو ينضم لنا ويشاركنا ويتواصل معايا كمان، عندنا قناة تانية للفضفضة، اسأل محمد وعيلته في أول تعليق ووصف الفيديو رابطها، كل مشاكلكم بنحكيها وبناخد رأيكم وبنتشارك فيها. يا ريت يا جماعة تنضمونا، أنا شايفها ما تقلش أهمية عن قناتنا دي. كل يوم بنجيب موضوع يخص صديق أو صديقة لنا، بنتناقش فيه وبنعرضه وبناخد وجهة نظركم، وبنقول درس مستفاد قوي في النهاية. يا ريت تشتركوا كمان في القنوات دي والروابط دي عشان نقرب من بعض أكتر. هتوحشوني، وإلى اللقاء، وإن شاء الله نلتقي بكرة على خير.